السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيران العماني أصدر بيان يوم أمس بأن هذه الطيارة مؤجرة لشركة، معناته أن اللي ماسك موضوع هذه الطائرة هي شركة، معناته أن إذا صارت لكم أي مشكلة خلال سفركم إلى شيراز، من يتحمل ومن عليه أن يتصرف هي الشركة وليس شركة الطيران العماني، هو الناقل الوطني. أنا الطيران العماني هذه الشركة، هي يعني هذه الطيارة هي مأجرنها لهذه الشركة. وبالتالي أنا رسالتي لهذه الشركة، يا أنك تكوني قد الثقة وتتحملي اسم الناقل الوطني الطيران العماني، إن صار أي شيء تتصرفون بأسرع وقت ممكن بحيث توفير سبل الراحة للمسافرين. وإذا ما تقدروا أنا نقول لكم أفضل أن الطيارة تردونها ولا تشلوا الناس المرضى من عمان إلى شيراز وتبهذلوهم. أنا احتراما لاسم الناقل الوطني لسلطنة عمان الطيران العماني، في صور ما نزلتها وفي صور وفيديوهات رسلوا لي إياها المسافرين من قاعة الانتظار اللي خلوهم لغاية الساعة 6 الفجر، من ثنتين الظهر إلى 6 الفجر شالوهم من المطار ودوهم الفندق، مقاطع وفيديوهات قلت ما بنشرها. وأيضا المسافرين اللي لما وصلوا لمطار مسقط رفضوا الخروج واجتمعوا مع الضباط، وناس كثيرين شابوهم واجتمعوا مع الضباط وجلسوا وقالوا ما نطلع مني إلا تجيبونا مسؤول، لأنهم ما يعرفون أن هذه الطائرة مؤجرة أساسا لشركة خاصة، وهي الشركة اللي ماخذة هذه الطيارة وهي اللي تتعامل مع الطيران العماني أنها تودي المسافرين. فالطيران العماني ما كان له علاقة إلا أنه مؤجر هذه الطائرة. فبالتالي أتمنى من هذه الشركة كالآتي، اسمعوا مني. أتمنى النقطة الأولى، رسالتي للشركة، عليكم أن تضعوا موظف تابع لكم يجلس في المطار ويأخذ التصريح، يجلس في المطار لغاية سفر آخر مسافر ويطمن الأمور كلها طيبة. في حالة أن الظروف لا سمح الله طيارة اختربت صار لها شيء، يأخذ المعلومة من الكابتن، أنا والله الطيارة هذا بتأخر تبلغوا الناس، إذا الطيارة والله بتقعد فترة طويلة أكثر من 6-7 ساعات، الموظف يأخذ الناس ويبحث لهم فورا عن إقامة فندقية لغاية ما تتصلح الطائرة، أن توفر لهم سبل التغذية والراحة و و و و هذولا مش مسافرين عاديين رايحين سياحة، هذولا مرضى. تتعرف ايش يعني مرضى؟ الشركة اللي تحاول تتحجج الآن، هذا مرضى. فالمريض يحتاج إلى يعني أكبر ممكن من الاهتمام، لأن ما يتحمل مريض كبير بالسن. الشباب لما ثاروا وزعلوا وغضبوا وانشروا وتكلموا، ثاروا لأن يشوفوا أمهاتهم شيابهم أبائهم كبار بالسن قاعدين يتألموا وتعبانين على كراسي. غير كذا حقيقة أنا أوجه كلمة شكر لإدارة المطار في شيراز، لولاهم هم ما تحركت الأمور، من مسؤولين، من مدير المطار، من الضباط، من رجل شاي بيشتغل في المطار هناك أيضا قام بجهد كبير، من القائد اللي جاء في يوم الليلة، القائد من حرس الثورة اللي ما قصر حقيقة مع العمانيين وحاول أن يأخذ كل متطلباتهم، ومع الجميع هم اللي حقيقة بذلوا جهد كبير. أما موظف من الشركة ما شفت إلا بالتليفون، حتى أنا كلمتني البنت اللي من الشركة تقول نحاول أن نبحث لهم عن فنادق، نحاول أن نبحث لهم. فأنا من واقع تجربة ومن اللي أنا يعني لبسته، أنصح أي شخص يروح شيراز يحجز عن طريق طيران السلام، لأن طيران السلام عندهم مشرف في المطار، مشرف خاص يداوم هناك تبع لطيران السلام، يعني في إدارة خاصة، إن صار لا سمح الله أي حاجة هم موجودين، ولا هم دافعين ريال، والله الذي لا إله إلا هو ريال ما دافعي لي ولا قال وليد حمد تكلم، ولكن أنا أنصحكم أنكم تروحوا لطيران السلام. هذا رسالتي لكم، أن بغيتوا تسافروا لشيراز سافروا على طيران السلام. ورسالتي كذلك للطيران العماني، أنتم الناقل الوطني لعمان، أنتم تحملوا اسم سلطنة عمان، ولما بتعطوا طائرتكم وبتأجروها
حاولوا أن تتأكدوا بأن من سوف يستخدم هذه الطائرة يكون على قد ثقة هذا الاسم الغالي على قلوبنا عمان. أرجوكم رسالة للرئيس التنفيذي، أنا وجهها سيدة للرئيس التنفيذي لطيران العماني، لما تعطوا الطيارة لأي جهة تأكدوا أن هذه الجهة توفر كل ما هو مطلوب منها لراحة المسافرين. هذه رسالتي للطيران العماني، وصلوها للرئيس التنفيذي، وصلوها له. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.